إليكم لجميع مستمعين راديو الفجر. أهلا وسهلا بك، يعني نبارك لكم بداية لحصولكم على جائزة أفضل حملة رقمية في القدس، ونود أن تضعنا في تفاصيل هذه الحملة فعليا. طبعا هذه الحملة تنفذها مؤسسة الرؤية الفلسطينية بالشراكة مع عديد من مؤسسات المجتمع المدني في مدينة القدس، والهدف منها هو حماية الموروث الثقافي في مدينة القدس، خصوصا في ظل الهجمة الاستيطانية اللي بتقوم فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال مصادرة الأملاك الوقفية للمواطنين في مدينة القدس. فإحنا كمؤسسة رؤية فلسطينية، خصوصا بعد ما سن الاحتلال الإسرائيلي قانون التسوية اللي إحنا كفلسطينيين عايشين في مدينة القدس لازم نثبت أوراق بيوتية إنه هذه الأملاك لإلنا. نعم. وإحنا كمان في البلدة القديمة في مدينة القدس بالتحديد في خصوصية، خصوصا إن إحنا كنا تحت العهد العثماني، ما في وراء تثبت هذا الحكي. فقررنا إحنا إنه نحاول نعمل حملة من جد الجد لولد الولد، اللي هي بتهدف إلى إنه نوعي الناس لأهمية تسجيل الأوقاف الذرية لإلهم لحمايتها من أي مصادرة من قبل سلطات الاحتلال من جهة، ومن جهة تانية الهدف الأساسي كمان تبعها عدم التوجه للمحاكم الإسرائيلية في ظل وجود خلافات ما بين العائلات، لأن احنا تحت النظام الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي بحاول جهده أنه يوجد ثغرة وانقسام ما بيننا، فبحاول استغل هذه الثغرة من خلال لما وضع محاكم أنه استغلها ضدنا. وعلى الأساس احنا هذه الحملة هي معقدة مركبة شوي، حاولنا جدا احنا كمؤسسة رؤية فلسطين العمل عليها. طب بذكرك يا سيد رامي لموضوع القضاء والمحاكم، فعليا نحن نعلم مسبقا ومن تجارب عدة ومن قضايا مختلفة أن لا عدالة في هذا القضاء الإسرائيلي وفي هذه المحاكم، وبذا فعليا يعني ما الذي ترجون تحقيقه من خلال متابعة كل هذه التسجيلات وربما حمادة الأراضي والعقارات المختلفة في القدس المحتلة في ظل وجود نظام قضائي غير عادل؟ هذا الأساس الحملة قامت، إنه الأساس منها أنه توعي الناس في حقوقهم، وأنه هناك في طرق بديلة من خلال التحكيم، من خلال توجه للأوقاف الإسلامية أو الأوقاف الإسلامية المسيحية، أنه التوجه لهناك وفي عدل، أو التوجه لكمان لبعض القانونيين الحقوقيين اللي هم بيقدروا يحلوا الخلاف من دون ما نتوجه ل زي ما انت قلت الجلاد تبعنا. صحيح. وهذا هو الاساس في هذا الموضوع، عشان هيك احنا عملنا الحمله، لانه لاحظنا انه كثير للاسف، لانه ما في عندنا كمان قوه سلطه تنفيذيه في مدينه القدس، والناس برضو بحاجه لعقاراتها، فبتوجهوا للاسف لسلطات الاحتلال. على هذا الاساس احنا من خلال الوثائق اللي احنا عمالنا نطلعها، من خلال الحجه الوقفيه، من خلال انه نورجي كل الناس هذه حقك ولا مش حقك، وكيف تسجل هذا الموضوع، على هذا الأساس إحنا بنشتغل هذا الموضوع من خلال توفير أدوات حماية للمجتمع المقدس ومدينة القدس، من خلال أفلام، بوسترات، نظام إحالة، كيف تحل مشكلتك، لمين تتوجه. طبعا بحكي الموضوع الفلسطيني طبعا، وعدم التوجه للجانب الإسرائيلي. نعم، وبالتأكيد هذه من شأنها أن تهدف إلى رفع حالة الوعي المجتمعي فعليا، سواء في القدس المحتلة أو في مختلف محافظات الوطن، لأن عملية المصادرة وسرقة الأراضي هي ليست محصورة فقط على أراضي القدس المحتلة، إنما على مختلف الأراضي الفلسطينية في كافة أنحاء الوطن. وبذا نسأل ونستفسر، هل من خلال هذه الحملة تسعون إلى أن تكون بصراحة هنالك يعني أرضية واسعة باستهداف العديد من المواطنين بالتوعية في مختلف الأماكن في الوطن، في الضفة، في غزة، في كل الأرجاء؟ طبعا بدليل أنه كل الأدوات اللي احنا بنحكي عليها هي أوقاف إسلامية، والأوقاف الإسلامية تسري طبعا بالضفة الغربية وفي غزة، هذه طبعا بتقدر تحمي حماية لأي مواطن فلسطيني عايش في مختلف مناطق فلسطين التاريخية، حتى بفلسطين التاريخية هذه كمان احنا نسعى لها. بدليل هذا الحكي الحملة وصلت لأكثر من 3 مليون فلسطيني في داخل فلسطين وبالضفة وفي مدينة القدس، وهذا تبديل على شغلة انه في هناك اهتمام بهذا الموضوع. صحيح. وكمان النقطة الأساسية بدنا نحطها بعين الاعتبار انه موضوع الأوقاف بالتحديد هو موضوع معقد جدا، لانه لما بحكي حجج وقفية بحكي مرات انه المستفيد من العقارات بيكون آلاف الأشخاص اللي مش موجودين، وهم استغلوا هذا الثغرة الاحتلال الإسرائيلي
وبعض السماسرة الاحتلال في أنه يسربوا هذه العقارات. إجمالا نحن نأمل إن شاء الله مجال أوسع وأكثر في التفاعل من مختلف الأهالي الكرام، وأن تكون بالفعل هذه يعني الخطوات التوعوية وكذلك توسيع مدارك المواطنين أكثر فأكثر حول حقوقهم وشرعية أراضيهم وضرورة أن يحاربوا هذا الاستغلال والسرقة الإسرائيلية بكافة وشتى الأدوات والوسائل. أشكرك جزيل الشكر سيد رامي ناصر الدين المدير التنفيذي لمؤسسة